اهلا وسهلا بيكم حبايبي. انا هعمل معاكم الغرز اللي هي الاساسيه اللي اتعلمناها مع بعض، وهحطها لكم على الجروب. بس مش هعمل ده دايما، بس انا عشان تتدربوا في البيت معايا على الغرز الاساسيه هبتدي اعمل لكم فيديو بكل غرزه احنا موجوده معانا في الورقه اللي خدناها النهارده. تمام. اول حاجه احنا قلنا عقده البدايه، احنا بنعمل عقده عاديه خالص بالمنظر ده اهو كده. تمام. وبخرج الجزء ده بالإبرة كده وبشد الخيط بتاعي بالمنظر ده. وقلنا ان عقدة البداية هي من العقد اللي مش بتتحسب معايا على الشغل بتاعي. يعني انا دلوقتي هعمل معاكم وزي ما اتفقنا مسكة الإبرة بالشكل ده، الخيط كده والإبرة كده، ببتدي اعمل معاكم السلسال 1 2 3 4 5 6. انا كده هعمل معاكم غرزة الحشو. تمام. هعمل معاكي دلوقتي غرزة الحشو، وزي ما اتفقنا وتعلمنا ان انا ما بدخلش في الجزء ده لان الجزء ده هو خاص بالابرة، بعقدة الابرة وبثبتها. هدخل هنا. تمام. هدخل هنا بالإبرة بتاعتي كده، بدخل من غير ما اخد اي حاجة على الإبرة كده. تمام. بدخل بالإبرة فاضية كده وكده. تمام. وبخرج بالاتنين مع بعض بالمنظر ده. تمام. تاني بدخل بالإبرة فاضية كده وبخرج، بيتبقى اتنين على الإبرة كده بخرج بيهم. مرة كمان كده وكده، وبعدين بخرج بالاتنين من على الإبرة كده. دي غرزة الحشو أو الغرزة الساقطة. آخر واحدة كده أهو بالشكل ده كده. طبعا أهي العقدة، وقلنا العقدة خلاص إحنا خدنا اللي جنبها والعقدة مش بتتحسب أهي. بعمل إيه؟ برتفع سلسلة واحدة كده ولف الشغل بتاعي كده. تمام. واوضح الشغل بتاعي معاكو كده. وبدخل فين؟ بدخل هنا. تمام. هنا كده، واخرج الاتنين من على الإبرة كده. مرة كمان كده، واخرج الاتنين من على الإبرة كده. فاضل واحدة اللي هي الأخيرة اهي بالشكل ده. بصي بدخل كده في الاتنين كده بالشكل ده، واخرج بالفتله واخرج بالاتنين اهو. برتفع سلسله واحده والف الشغل كده. تمام. بدخل فين؟ بدخل هنا. بصي اهو كده. تمام. واللي وراها بنفس الطريقه، واخر واحده كده. بصي انا عملت معاكي قطعه بغرزه الحشو او الغرزه الساقطه اهو، عشان تتدربي في البيت. برتفع واحده والف. تمام. وما بدخلش هنا على طول، لا بدخل في اللي جنبها كده. هتطلع معاكي الغرزه متساويه وبنفس العدد بتاعك طول ما انت شغاله صح اهو. تمام. يبقى انا كده عملت معاكي غرزه الحشو او الغرزه الساقطه كذا دور، اتدربي عليها لحد ما احط لك باقي الغرز على الجروب بتاعنا.